الراديو 90-90 هواها مصري. ضيفي وضيفكم النهاردة الدكتور محمد رفعت، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الأداب جامعة دمنهور، وأحد أهم المتخصصين في التاريخ الأرمني. بنتكلم معاه عن التاريخ الأرمني سواء في تركيا أو في مصر، وعن المذابح اللي فرنسا قررت أنها مؤخرا تعلن يوم 24 إبريل يوم للاعتراف بمذابح الأرمن. حضرتك اتكلمت على انه تخوفا من مطالبة الارمن بقومية ارمنية، بدأت تركيا او السلطنة العثمانية في قرارة قمعهم، وقامت بمذابح في الجهة الاناضولية لو جاز التعبير. ايه اللي حصل بعدها؟ طبعا اول حاجة تم تجميع جميع المثقفين والنخبة الأرمنية يوم 24 أبريل 1915 وإعدامهم. وحين بنذكر المستمع الكريم الدكتور محمد كان قال أنه النخبة الأرمنية كانت بتشكل جزء مهم جدا في الاقتصاد التركي في ذلك الوقت، كانت متوغلة في الثقافة وفي الثقافة، يعني كانت حيوية في هذين المجالين الاقتصادي والثقافي. وبالتالي حوالي 600 مثقف أرمني لما يتم قتلهم هنا أصبح الأرمن بلا رأس أو بلا عقل، فمن السهل جدا السيطرة عليهم. اتنين، تم القبض على الشباب القادرين على حمل السلاح ويا سجنهم يا قتلهم في الصحاري. ثم صدر أمر إن وجود الأرمن في المنطقة البينية مع روسيا هيكون خطر على العمليات الحربية، واحتمال ان الارمن الغربيين او العثمانيين نتيجة الضغوط والاضطهادات والمذابح السابقة يتعاطفوا مع الارمن الشرقيين الخاضعين لروسيا. فالجنرالات الالمان اللي كانوا في الجيش العثماني أشاروا على النظام تركيا الفتاه الحاكم أن لابد من تطهير شرق الأناضول من الأرمن تحديدا، وطلع قرار أن هم ينقلوا الأرمن من شرق الأناضول إلى ولاية حلب العربية. وطبعا في هذا التوقيت ما فيش مواصلات، فألف كيلو سيرا على الأقدام تحت رحمة غفير الدرك وبعض جنود الجيش العثماني والأقراد. طبعا نكل بيهم، تم طبعا كل الفتيات الصغيرات الصغيرين تم اختطافهم عشان شيوخ القبائل الكردية يتجوزوهم أو يكونوا ضمن ملك يمينهم. وده على فكرة اللي كتبه فايز الغصين وأكدته عشرات المصادر العربية. احنا بنذكر المستمع الكريم انه فايز الغصين هو من اصل سوري وهرب من السيطرة العثمانية او الحكم العثماني، وقدر يكتب كتاب توثيقي عن مذابح الارمن في تركيا، وهربوا الى القاهرة عام 1916 عن طريق تاجر هندي، مظبوط كده؟ واتنشر الكتاب في القاهرة، وكان لأول مرة العالم يعني يعرف عن حقيقة إيه اللي بيجرى في الدولة العثمانية، خصوصا إن الدولة قطعت التلغراف عن العالم كله. تمام. طيب طالما في توثيقات وشهود عيان ووثائق وصور، ليه العالم يعني كان متردد في الاعتراف بالمذابح الأرمنية؟ أولا شركاء الدولة العثمانية زي النمسا وألمانيا كان لهم مصالح، يعني في وثائقهم للخارجية النمساوية والألمانية كانوا بيقولوا ان اللي بتعمله تركيا جريمة ضد الإنسانية. ضد الإنسانية، وده مش موضوع نقل الأرمن، ده موضوع إبادة الأرمن. واتقال هذا الكلام بعد 100 سنة في الذكرى المئوية، اعترفت ألمانيا واعترفت النمسا بالإبادة الأرمنية. لكن إيه السبب؟ 2015 إيه السبب إن هم شركاء في الجريمة؟ على الأقل بالصمت.
يعني لأنه كان شريك استراتيجي للدولة العثمانية وبالتالي ما قدرش يعترف. هو وقف متفرجا. ضيفي كده لحضرتك أن الجالية التركية في النمسا وفي ألمانيا كبيرة طبعاً ومؤثرين في الاقتصاد صحيح. لكن بعد 100 سنة 2015 اعترفت ألمانيا واعترفت النمسا بأن ما جرى للأرمن في الدولة العثمانية يصنف إبادة جنس جماعية جينوسايد. الولايات المتحدة ما كانتش طرف في الحرب ضد الدولة العثمانية فمش فرقة معه، فهي بتعتبر الملف ده من ضمن ملفات الضغط على تركيا بتطلع وقت الحاجة، لكن هم بيعتبرهم يوم 24 أبريل يوم ضد الإنسانية. طب ليه تحديدا اختيار يوم 24 أبريل؟ لأن تم قتل فيه 600 مثقف أرمني في وقت واحد حتى يبقى الأرمن بلا عقل أو بلا نخبة وجه. هل القتل تم شنقا ولا تم بأي طريقة؟ لا، معظم 600 الإعدام شنقا، الإعدام شنقا. لكن اللي تم ترحيلهم إما خطفوا الفتيات أو الغلمان الصغيرين عشان يشتغلوا في الحقول أو يشتغلوا في أعمال عند القبائل التركية على امتداد طريق الترحيل. الرقم 1,500,000 على مدار التاريخ ولا في فترة محددة؟ هو المليون ونص هو الإحصاء اللي كانت حتى الدولة العثمانية عاملاه عن عدد الأرمن في الدولة العثمانية كلها في الولايات كلها، كان 3 مليون. 3 مليون بعد ما بعد 1922 تبقى 1.5 مليون. فإذا تم فقد ما بين القتل ما بين التتريك، لأن في أطفال صغيرين تم تحويلهم إلى أتراك. فدي بتصنف وفقا لاتفاقية الإبادة اللي أقرتها الأمم المتحدة 1948. كانت الجريمة الخامسة من جرائم الإبادة الجماعية نقل طفل من جماعة إلى جماعة عنوة، وزي القضية الشهيرة في أستراليا الأجيال السليبة لما بريطانيا فرضت على السكان الأصليين ان هم يعني ينسوا ثقافتهم الأصلية ويتحولوا إلى بريطانيا. إذن رقم 1.5 مليون ده مش شامل كله قتل، ولكن بخطف الهوية أو محو الهوية، يعني هو قتل وتغيير الهوية أو وضعهم تحت ظروف معيشية تؤدي إلى هلاكهم، زي ان هم يمشوا 1000 كيلو سيرا على الأقدام في شهور مايو ويونيو ويوليو.